بتعرفوا صبايا مو معقول هالزلزال قديش كشف عالم. هي والله كنا مخدوعين في وايد ناس فعلا. بس كريم لك معقول كريم؟ هتخيلوا طلع هو اللي طاقني برغي بالشركه وكان ممكن يقلعوني بسببه. ليش وسام سافر بدون ما يخبرني او حتى يحاكيني تليفون؟ ولا نانا اللي خلتنا ومشت؟ صبايا انا رح موت من الجوع. اطلب لكم بيتزا. شو بيتزا؟ يبالها نص ساعه لين ما توصل واكيد بيستوي الزلزال قبل لا توصل. بالله شو يعني مهله بدي موت وانا شو عامل؟ لا ما بدي. روحي اعملي اكل. بالله لا ماني رح اعمل مطبخ لحالي. بلكي رحت على المطبخ وصار الزلزال وانا بالمطبخ. موت لحالي؟ لا ما بدي موت لحالي. نور انتي متاكده انه بعدتنا هون ما رح يصير علينا شيء بالزلزال؟ ان شاء الله ما بيصير شيء. وانتي هلا وقت مكياجك؟ مو معقول. بالله شو بدك ياني موت وطلعوني من تحت الانقاض منكوشه ومنفوشه؟ ايه لان الكاميرات والصحافه ناطرين الستار دادو لتطلع من تحت الانقاض ويصوروها. خلصنا خلصنا انت نور وش اصفر من الجوع. شو بدك يعني؟ بدي صندويشه. خلص وانا كمان انا حاعمل لكم كاسه شاي وحمصي لي اياها ان شاء الله. ايه وانا كمان. شو بكي؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ بدك تعترفي لي بشي؟ الصراحه ميديا هي ابى اعترف لك بشي. قولي لشوف شو عامله. وسام قبل لا يسافر ومر هني وخلالك رساله بس انا ما اعطيتك اياها. شو؟ سامحيني ميديا. الله يخليك سامحيني. ما اعرف ما قدرت اسيطر على مشاعري. حبيته من دون ما اعرف وما قدرت انساه. انت بتحبي وسام؟ ايه بس للامانه حاولت تنسى بس حرام ما قدرت. انا عم اقول لحالي ليش بس اطلع مشوار انا وسام انت بتتعبي وبتمرضي وبس احكي عنه ما ادري شو بصير لي. ليان بليز فورجيف مي. ليكي وعد شرف اذا عشنا والله اعطانا عمر رح اتنازل لك عن وسام. لا بس وسام يحبك انت. خلص عم اقول لك وسام اليك. لا مستحيل وسام لك يعني لك. وانا عم اقول لك امبوسيبل وسام الك يعني الك. خلاص حاشت خانقوا لا الك ولا الك. خلص انا باخده بعدين. ليش هيك؟ بجوز موت اليوم يعني لا يصير لا الك ولا الي ولا الك. مسكي بعدين نشوف بعدين. بدك بدي شوي ما بدي عصير. اي ما في وقت بركي صار نص الزلزال. مسكي وهي خبز اسمر الك. انا بعد جوعانه. مسكي يلا شو لك ليش هيك قاعدين؟ تعي بسرعه تعي قبل ما يصير الزلزال. لك شو اي زلزال هيدا؟ شو اي زلزال؟ الزلزال تكلمتي عنه اليوم الصبح شو نسيتي؟ بعدين تعالي انت وينك من الصبح ها؟ لك عم تضحكي كمان؟ تعي هدي هون بسرعه. لك قومي قومي ما في زلزال ولا شيء. عن جد؟ ما بصدق. انا ما عاد بدي اكل بطلت جوعانه شبعت. بس انا سمعتك الصبح قاعده تقولين عن الزلزال. مزبوط اليوم المنتج دق لي وقال لي لاكتب له حلقه بتحكي عن زلزال بده يصير بدبي وبده اياها الليله. فكر من هيك رحت على كافيه ما بتعرفوها وقفلت موبايلي لحتى اللي خلصت. قلتي لي مركز ترصد الزلازل ما؟ لكن طلع وسام تارك لي رساله وانت ما اعطيتيني اياها. وطلعتي انت قطعتيني طوق الذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي فيلا نور ابو جمعه؟ نعم هون الفيلا. انتو الصبايا اللي وراء اشاعات الزلزال مو هيك؟ انا ما دخلني هي السبب. انتم مقبوض عليكم بتهمه نشر الاشاعات. شو؟